أرحب بحضراتكم مرة تانية. إذا كنا بنتحدث عن تضييق الخناق عن الجماعات الإرهابية المختلفة على رأسها جماعة الإخوان في العالم والعواصم الأوروبية أو حتى في المجتمعات الغربية، بنتحدث أيضا عن تحصين المجتمعات. ما هي الأداة اللي بنحصن بها المجتمع؟ نتحدث عن الخطاب الديني المتجدد، نتحدث عن الثقافة، عن التعليم، عن بناء الإنسان والشخصية. كل هذه الأمور عندما نتحدث عنها بنتحدث عن مؤسسات للتنشئة، الأزهر الشريف، المدرسة، الكنيسة، وأيضا الأسرة المصرية ووسائل الإعلام التي باتت هي الأخرى لها الدور الأبرز في مثل هذه التنشئة. تدريب الأئمة والدعاء ليست بالرفاهية في هذا العصر. مراكز وأكاديميات مختلفة لتدريب الأئمة والدعاء بأحدث النظم التكنولوجية، بمتغيرات العصر، بالفتاوى الجديدة وكيف تتواكب مع التحديات المختلفة، لكن المهمة ليست باليسيرة أو بالسهلة، بتتطلب المزيد من الخطوات. في هذا الحديث يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية. برحب بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك بألف خير. حضرتك طيبة والعالم كله بخير وصحة وسلام وأمن وأمان بمناسبة هذا الشهر الكريم. أمين يا رب العالمين. الشهر الكريم نتحدث فيه عن أفكار صحيحة سليمة، عن وسطية، عن سلام، عن تعايش وفكر يجب أن يسود العالم. الأئمة والدعاء، الوظيفة السليمة المنوطة بهم في هذا العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن المنطقة العربية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة يمر بمرحلة صعبة وخطيرة في هذا التحول الفكري الذي يعني صار من أفكار وفتاوى شاذة تحول على أرض الواقع إلى قتل وتدمير يحصد الأبرياء من المسلمين ومن المسيحيين، يدمر الكنائس ويدمر المساجد، وبالتالي القضية تحتاج من العالم كله أن يقف صفا واحدا ضد هذا الإرهاب الأسود الذي يعتمد على التخريب والتدمير في هذا العصر. الدعاء بصفة عامة سواء من المسلمين أو من الأزهر أو من الكنيسة عليهم دور كبير جدا جدا، لأن الأمن الفكري هو يعني أفضل وأسرع طرق تحقيق الأمن والسلامة للدنيا كلها، لأن من يتحول إلى القتل والتدمير هو بناء على خلل فكري، عنده مفاهيم مغلوطة. دور الأئمة والدعاء تصحيح هذه المفاهيم، فعندما يقوم كل داعية بدوره على أكمل وجه ويتعامل مع هذه الملفات التي يعني هي وسيلة لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب لكي ينضموا إلى هذه الجماعات الإرهابية، وخاصة في الأجنحة المسلحة التي تقاوم الحكومات الشعبية في كل البلدان أو في معظم البلدان العربية، مهمة كل داعية هو عملية غسيل لهذا الميكروب الذي تخلل إلى عقول كثير من شبابنا. هناك مسائل خطيرة جدا جدا بيعمل عليها هؤلاء، بداية من تكفير المجتمع في البداية، لأن دي أول النقاط اللي بيعمل عليها الجماعات الإرهابية. ثم بعد ذلك، بعد أن يكفر المجتمع، بيسهل عليه بقى استقطاب الشباب لمحاربة الكفار. بناء عملية الرفض للمجتمع. تمام، اللي هم إحنا بقى. يعني ما دام إحنا كفار والجيش كفار والشرطة كافرة ورجال الدين كفرة والكنيسة كافرة، كلنا كفرة، يبقى بالتالي يسهل عليه إنه يجنده، لأنه ما عادش بيحارب المسلمين، ده هو بيحارب الكفار. مهمة الدعاء تصحيح مثل هذه المفاهيم في عقول الشباب، وأن نوضح لهم من هو الكافر الحقيقي، وأنه لا يجوز تكفير المجتمع. طيب، دي فضلت الشيخ بتتطلب مهارات خاصة للدعاء والأئمة.
إيه المواصفات اللي يجب توفرها في الداعي؟ بالتأكيد أن عندما يكون عند الإنسان مرض ما فهو يحتاج إلى طبيب ماهر، ولو الأمر عادي بسيط ممكن طبيب ممارس، يعني شوية برد بساط بيروح لأي طبيب بيديله حاجة بيخف، لكن لو المرض أصعب يحتاج إلى طبيب عنده مهارة أكبر. طيب لو العملية أصعب أكثر يبقى محتاج إلى يعلى في المهارة. طب ما لقاش المهارة هنا بيضطر يسافر لو في خبرة موجودة خارج البلد الذي يقيم فيها لكي يأتي هذا. كذلك الأمور الدينية مش كل الدعاء مؤهلة إنها تكون على قدر المستوى اللي هي تقاوم به هذه الأفكار الشاذة الواردة الوفيدة على إلينا. يعني هناك فتاوى بسيطة يستطيعها كل خريج الأزهر والدعاء، وهناك أمور يستطيع الفتوى. نعم، لا يعني مش الفتوى، الفتوى لها قواعد ولها أصول، لكن أنا عايز أقول الأفكار اللي هي موجودة عند الشباب اللي هم بيلتحقوا بالجماعات، هذه الأفكار أتت بناء على فتوى تكفيرية أو على فتوى خاطئة من الجماعات. هو إزاي صحح هذه الفتوى؟ لابد أن يكون عنده أدوات وعنده إمكانيات وعنده مهارات معينة بقدر هذه الأفكار، وإلا أحيانا يجلس ربما خريج أو داعية هو غير مؤهل لهذا في مجتمع شبابي، هو دارس فكره كويس الخاطئ ده وعنده أدلته الخاطئة فيستطيع أن يسيطر على الموجود. لكن لابد أن يتم تدريب الدعاة جميعا بحيث يكون كل داعية في مكانه وفي موضعه، هو قادر على الحوار، قادر على المواجهة، قادر على أنه في الآخر يسيطر على أطراف هذا الحوار للفكر السليم الوسطي اللي هو الإسلام بينشره اللي بيتبناه. مش بس في العلوم الدينية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب أن يكون في عمليات تدريب وتأهيل للدعاء من نواحي الأمن القومي، الإدراك السياسي، أو حتى في مجالات عدة اقتصادية أو اجتماعية. بالتأكيد هذا مهم جدا جدا، وده اللي بنسميه احنا الداعية المعاصر. متغيرات الأوضاع الدولية الآن على مستوى العالم تتطلب داعية يتماشى مع هذا العصر. لو حضرتك رجعتي لمئة سنة ومئتين سنة ورا، مش بعيد لو إن 20-30 سنة اللي احنا عشناهم وكنا عايشين في الريف وكنا عايشين في بلاد كانت مظلمة، لا نعرف نت، لا نعرف تلفزيونات، لا نعرف هذا الكلام، فكنا بنستقي الثقافة بتاعتنا من الإمام المسجد أو مدرس التربية الاتصال الدينية مباشر أو التربية الدينية، فكانت الأمور سهل السيطرة عليها وكانت هذه الأفكار غير منتشرة. أما الآن بعد ما صار هناك وسائل تواصل وصار العالم كله يعني في يدك، مش هنقول كأنه قرية صغيرة، لا، العالم النهاردة في جيبنا، العالم في إيدينا، في كل مكان، في الأتوبيس، في المواصلات، وأنا نايم، فالدنيا كلها صارت مفتوحة، وده سلاح ذو حدين الحقيقة. بالظبط كده، فلا بد أن يكون الداعية مؤهل بكل الأطراف، لأن النهاردة الدين حتى الجماعات دخلوه في السياسة، فلازم أبقى عارف أنا إزاي أتكلم في السياسة، عارف إزاي أن أنا أتكلم في الاقتصاد، عارف إزاي أن أنا القضايا السياسية أربطها بالقضايا الدينية والاقتصادية أربطها بالدينية. لأن الإرهاب النهاردة هدفه إيه؟ الإرهاب هدفه ليس الدين، الإرهاب هدفه تحطيم الدولة سياسيا واقتصاديا، اللي هي القوائم اللي بتقوم عليها الدولة. هو لا يعني المسألة الدينية ولا القضية الدينية، لأن هو يعلم أن هذا الميدان هو ميدان يهزم فيه، وبالتالي هم لا يمكن أبدا بيدخلوا في حوار. يعني أتحدى حضرتك من الآن، من يوم أن نشأت هذه الجماعات إلى الآن، إن أي جماعة فيهم قادرة على الحوار أبدا أبدا، لأنهم يعلمون أنهم على باطل، وأنهم لو دخلوا في أي حوار مع داعية حتى لو متوسط يعني الثقافة هينهزموا، لأن بضاعتهم هشة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإنا وإياكم لعلى هدى ما هي أو في ضلال مبين. الحوارات ما بتكونش مع الداعية، الحوارات بتكون مع فئات عمرية من السهل استقطابها. دي مش حوارات، دي استقطاب. وبالتالي بتكمن الخطورة في أن أنا لازم أقوي الجبهة الخاصة بالخطاب الديني المستنير.
الأكاديميات الخاصة بالأزهر الشريف بوزارة الأوقاف ما تقدم لتأهيل الدعاة والأئمة؟ هو بالتأكيد أن هذه الأكاديميات تقوم الآن بدور كبير، يعني في الأكاديمية في الأوقاف، في أكاديمية في الأزهر، في أكاديمية الوطنية اللي هي بتقوم بها الدولة متمثلة في بعض الجهات، ودي أنا بعتبرها إنها أحسنهم، لأن مدة الدراسة فيها سنة كاملة وبها برامج قوية جدا جدا جدا، وبعتبر إن دي اللي هتجيب يعني هيكون لها أثر كبير. لكن الأكاديمية الوطنية اللي هي بتراعي الدولة لتخريج الداعية المعاصر وانضم إليها الداعية فيها دوافع دعاء، لكن العدد برضو قليل، هنحتاج إلى مسافة كبيرة، يعني الأعداد الملتحقة لمدة عام اللي هتخرجها لي بعد سنة اللي انت بتدربه النهارده مش محتاجاها داخل المجتمع المصري فقط، انا محتاجاها كمان للدول الاخرى. الازهر مفروض ان هو بيخرج دعاه لكافه بالتاكيد. فلما نشوف الاعداد التي تم التحاقها الان اللي هتتخرج بعد سنه وينزل الى سوق العمل، انا محتاجه يعني محتاجين اعداد اكبر، لان كده المساله بطيئه جدا جدا جدا. ولذلك يعني إما أن احنا يعني نزود عدد الأكاديميات ونخليها موجودة في المحافظات، يعني بدل ما تكون موجودة في القاهرة ومكلفة، لأن كل الأكاديميات الثلاث في القاهرة ومكلفة، إما على الدولة وإما على الداعية الذي ينتقل، وبالتالي بخرج أعداد بسيطة. لكن لو أنا خليت عندي 27 أكاديمية في كل محافظة، أنا أستطيع أن أنا أنجز المهمة بتاعتي في وقت أسرع، والبرامج موجودة والأساتذة الحمد لله موجودين، سواء الأساتذة اللي بيدرسوا فيها إذا كانوا من علوم الشريعة الإسلامية والعقيدة، إذا كانوا من الساسة، إذا كانوا من رجال القوات المسلحة، أيا كان عندنا في مصر أعداد كبيرة من المدربين. فبالتالي بتشمل الواعظات أيضا ولا تشمل الذكور فقط؟ تشمل الواعظات وتشمل الذكور والإناث، لكن ياريت من خلال حضرتك ان يبقى هذا النداء يلبى، وبقى عندنا في كل محافظه اكاديميه او اثنان او ثلاث يعملوا على تخريج الدعاء، عشان نخرج اعداد كبيره تستطيع ان هي تتعامل على ارض الواقع. لان النهارده انا في معركه فكريه كبيره جدا جدا، فانا محتاج النهارده جندي يكون في ميدان المعركه، ما اناش محتاجه بعد سنه، ومش محتاج هذا العدد القليل، اللي محتاج اعداد كبيره، وبالتالي لابد ان انا يعني يكون عندي مخارج كثيره علشان اخرج للمجتمع الدعاء الذين يستطيعون ان يواجهوا وان يجابهوا هذه الافكار الشارده والوافده. ولذلك لو شفت حضرتك جغرافيه هذه الافكار، نجدها في الاماكن العشوائيه اكثر، نجدها في الاماكن الساحليه اكثر، نجدها في الاماكن الريفيه، المجتمعات الصغيرة اللي سهل السيطرة عليها أكثر. يمكن المسائل بتقل في المدن الكبيرة اللي فيها ثقافات وفيها حضارة وفيها تواصل أكثر، بنجد المسألة يعني أقل. وبالتالي المفروض أن احنا نعمل على الأماكن التي يقصدها الإرهابيون والمخربون. مواقع التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الاتصال بشكل عام شكلت زي ما حضرتك ذكرت من شوية نوع من السلبيات إلى جانب إيجابيات لها بالطبع. الرسائل وتبادلها، الرسائل الدينية تحديدا ومجهولة المصدر، ربما يكون فيها معلومة غير مدققة ويرسل في آخر سطر فيها ارسلها إلى الآخر بهدف الصدقة الجارية. كيف نستطيع الحد من هذه الظاهرة، وكيف نتأكد من المعلومة التي تأتي إليك؟ أولا، الإنسان دائما في كل شيء يبحث عن مصدر معلومته، والإنسان يعني عندما يريد أن يؤسس بيتا يذهب إلى مهندس، وبعدين لو هو شايف أنه هيعمل بيت كبير برج فيروح لاستشاري، لو هيعمل حاجة أكبر يروح لمكتب عالمي، يعني حسب الأمر اللي بيعمله هو بيبحث. كذلك في الطب، في كل الأمور، إلا في الدين للأسف إن احنا
لا ننظر عن من نأخذ هذا الدين. ما هو التصنيف غير واضح. نعم. يمكن لا احنا عندنا يعني فكرة تقسيم الدعاء أو مستويات العلم لدى الدعاء دي غير واضحة لمن يريد السؤال أو يريد الفتوى. لا حضرتك عندنا مرصد الأزهر، عندنا الفتوى الإلكترونية في الأزهر، لو كتب الفتوى بتاعته وقاعد على الأزهر هيرد عليه المفتي في الأزهر. بس أنا مش عارفة مين اللي هيرد داخليا بقى الفتوى بتتجه لمن هو المؤهل للرد عليها. أيوة ما حضرتك أنا عندي في الأزهر وعندي في دار الإفتاء فيه الفتوى الصوتية عن طريق التليفون، في إلكترونية يكتب رسالته اللي بيرد عليها مفتيين دولت، لأن دي مواقع معروفة، موقع دار الإفتاء المصري، موقع الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، دي مواقع معروفة. نعم. فأنا لما برسل الفتوى دي بتراجع قبل ما، لأن أنا اتجهت الاتجاه السليم. لكن بالزبط. مش أي حد يمكن في الشارع يقدر إن هو يتجه لشيخ ويسأله عن سؤال ويكون الشيخ ده مؤهل للرد عليه. لا ده حضرتك ما بقاش عارف. لا يعني حضرتك القضية الأكبر إن إحنا أحيانا نجد مثلا حد يجي لنا لجنة الفتوى في قضايا خطيرة جدا، أقول له أنت مين اللي قال لك الفتوى دي؟ يقول لي الشيخ بتاع الجامع. الشيخ بتاع الجامع ده من الأزهر، يقول لي لا ده راجل بدأني بيصلي بينا. يعني هو مجرد إن هو يمكن يكون عامل غير مؤهل، يمكن مش متعلم وحافظ قدر من القرآن بيصلي بيهم، هو بياخد عنه الفتوى، هو بالنسبة له قطبة، وهي دي الخطورة بقى. وهي دي الخطورة بقى. يقول لك الشيخ اللي قال لي، لكن هذا الشيخ عندما نبحث هو شيخ غير مؤهل، هو شيخ غير أزهري، هو شيخ غير دارس، هو غايته إن هو ارتدى ثياب البيض وأطلق اللحية وحفظ كم سورة من القرآن أو يحفظ القرآن وبدأ يصلي بالناس. وبالتالي النهاردة الأزهر دي مسؤولية للأزهر ومسؤولية للأوقاف. طب ما هو الأزهر النهاردة عمل إيه؟ الأوقاف ما فيش قرية ولا مدينة إلا فيها مساجد كبرى وفيها شيوخ معروفين للجميع. قام الأزهر بعمل دار إفتاء في كل مركز، كانت الأول موجودة في القاهرة وبعدين في المحافظات، موجودة في كل مركز، ما فيش قرية إلا ما فيها عالم أزهري معتمد. وإجراءات منع الزوايا أو حتى المساجد اللي تحت الأبنية المختلفة مهمة جدا وتبعية المساجد لوزارة الأوقاف، يعني في خطوات فعلا اتخذت على الأرض. مهمة جدا مسألة الزوايا دي، قنابل موقوتة. مسألة الزوايا دي لابد أن الدولة تاخد فيها إجراء، وإجراء قوي. المسجد الجامع هو الذي يحقق المصلحة للمسلمين بصرف النظر عن التطرف الفكري، لأن هي الجمعة لكي يجتمع الناس، يلتقي الناس. فمسألة الزوايا ديت لا تحقق الهدف. يعني إيه مجموعة اجتمعت والشيخ قال لهم كلمتين وصلوا وروحوا؟ ده هي وقت. ولذلك في بلاد عربية كثيرة جدا عندها مساجد للجمعة ومساجد للصلوات العادية عشان الخطبة. مساجد الجمعة يبقى فيها منبر، معروف ان دي فيها جمعة، الباقي ما فيش فيه منبر، ممنوع يصلي فيه جمعة، يغلق وقت صلاة الجمعة عشان يجتمع اكبر عدد من المسلمين على خطيب واحد. بنحد من الافكار اللي هي الشاردة، وبنحد من مسألة التطرف، وخاصة ان بعض الجماعات الإرهابية لها سيطرة ما زالت على بعض الزوايا، وهذا الأمر يعني يحتاج جهد أكثر من وزارة الأوقاف، يحتاج إلى تعيين أعداد كبيرة من الدعاة علشان تقدر الوزارة تسيطر على ذلك. محتاج أن الوزارة تحد أيضا من إنشاء مساجد جديدة، إلا يعني كلها قانون اللي هو قانون دور العبادة الموحد، ده لابد أنه يفعل. لأن النهاردة أنا ما بقاش عندي عجز أكثر من 50,000 داعية، وكل سنة يتبني لي 20,000 مسجد. يبقى بالتالي المشكلة هتظل قائمة، لكن لابد أن يكون هناك نظام للبناء. يعني معروف أن أنا السنة الجاية هضم 10 مساجد، هضم 100 مسجد، يبقى أنا من الآن بجهز لهم 100 داعية، بجهز لهم عمال، بجهز بيكون في عمليات تدريب مستمرة حتى لو تم تعيينه داخل المسجد. يعني هل الداعي بيقف عند حد معين ولا عمليات التدريب؟ لا 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 والتأهيل والدراسة لا 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 مستمرة على طول، كل سنة في دورات تدريبية، كل دورة لها مسمى، الدورة الأولى، الدورة الثانية، الدورة الراقية، الدورة الممتازة. لا بينتقل من دورة إلى دورة، وكل ما بيكون فيه أفكار جديدة بيتم تدريب الدعاء عليها أيضا. لكن زمان بقول لحضرتك برضو إن هذه الأعداد غير كافية والوقت غير كافي، احنا محتاجين لمراكز
أكثر. كثير من الدعاة يتقنون اللغات الأجنبية. وعندنا في الأمر الآن أهمية أن يتقن الداعي اللغة الأجنبية وبالتالي يتحدث بها مع الآخر. ما هو من تعلم لغة قوم آمن مكرهم. لابد أن نتعلم لغة كل العالم حتى يعني نخاطبهم باللغة. يعني لما يذهب داعية إلى بلد تتحدث الفرنسية أو الإنجليزية وهو لا يجيد إلا العربية، كيف سيؤثر وكيف يتعامل معهم؟ في هناك مشكلة في مسألة الترجمة، وأنا مش عارف اللي بيترجم ده هل هو أخذ المعنى الصحيح. هل المراكز الإسلامية في الدول الغربية تحت إشراف من الأزهر الشريف؟ لا، هناك مراكز يديرها الأزهر الشريف ويرسل لها البعثات، وهناك مراكز بتديرها بلدان أخرى، لكن الأزهر يعني ما فيش مركز بيطلب من الأزهر داعية لأنها بشكل أو بآخر من الممكن أن تمثل قنابل موقوتة هي الأخرى. لا، ده حضرتك ده مسألة خطيرة جدا، ده هناك تسابق لكثير من البلدان على السيطرة على المراكز الإسلامية في أوروبا وأفريقيا. ده النهاردة في حرب عليها زي حرب الماء، يعني في دول تملك المال وتملك، بتروح دولة معينة تروح بنية مركز إسلامي كبير بفلوسها وتسيطر عليه، وبالتالي هي اللي بتجيب الداعية ويبقى فكرها وهي اللي بتجيب العمال، وبتستخدم سلطان المال في السيطرة على بعض الأماكن. النهاردة العالم كله بيتسابق إلى البلاد دي، مين اللي يسيطر على الفكر الإسلامي اللي موجود، مين اللي يسيطر يستطيع أن هو يقوم بإنشاء مراكز وإرسال دعاة وتوفير حاجات هؤلاء الدعاة من معيشة ورواتب إلى آخر. طيب هذه الأمور ومن ثم كيفية التعامل مع مثل هذه الظواهر؟ لا، الأزهر بيعمل، الأزهر بيحاول الآن فتح معاهد أصلا في أفريقيا وفي بعض البلدان تتبع الأزهر الشريف، بيتواجد في أفريقيا بقوة، بيتواجد في جميع دول العالم، لنا مبعوثين في أمريكا، في ألمانيا، في أسبانيا، في فرنسا، في جميع دول العالم. الأزهر الآن عنده كلية دراسات إسلامية باللغات الأجنبية، بتخرج أكثر من 5 لغات. أنا عندي النهاردة الأزهر بخرج اللغة الصينية وبخرج فرنسية وبخرج الإيطالية وبخرج الإنجليزية. الأزهر النهاردة الدراسة بتاعه اختلفت تماما، يعني عندنا كلية اللغات والترجمة والدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية. فالنهاردة احنا بنخرج داعية معاصر يجيد لغات العالم. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية. شكرا. أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة من القاهرة، غدا فريق عمل آخر، الطبعات الأولى لصفحات القاهرة بعد لحظات في صحافة الغد مع زميلي أحمد نجيب. إلى اللقاء.